بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، بعد اجتياز اختبار المونديال، قطر تواجه الادعاءات الأوروبية حول تورطها في قضايا فساد بالرفض والتحذير من التبعات. هل هي حملات مترابطة؟ مع الإعلامي والخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان. بالحبر الجديد يأتيكم يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.